جدا الأكبر. بخروج المنتخب الإيطالي أمام فريق مقدونيا الشمالية في الدقائق الأخيرة، وعدم الوصول لمونديال قطر 2022، وعدم وصول إيطاليا للمرة الثانية على التوالي لكأس العالم. دي طبعا كانت مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده معانا عبر سكايب طبعا لاعب طبعا روما وأودونيزي ولاعب المنتخب الإيطالي جيانينو دي أوجستينو معانا عبر سكايب هنا في قناة النادي الأهلي. بنقول لك مساء الخير عليك. مساء الخير، مساء الخير على الجميع، وشكرا لقناة الأهلي على توجيه هذه الدعوة. طبعا بنرحب بيك بوجودك معانا، ولسه كنا بنتكلم على صدمه منتخب او صدمه الشعب المصري لخروج منتخبنا من سباق المونديال. عايزك برضو تقول لي رايك وانطباعك في عدم وصول المنتخب الايطالي للمره الثانيه على التوالي لكاس العالم 2022. تاكيد للأسف لم أنتظر خروج إيطاليا بطل أوروبا وبطل اليورو بعد الأداء الرائع الذي قدمته إيطاليا في بطولة اليورو. عدم تأهل إيطاليا للمونديال يعني أن لدينا مشاكل كبيرة ومشاكل عديدة داخل أروقة الاتحاد الإيطالي. يجب أن نبدأ من جديد، ويجب أن نبحث عن الأشياء التي يجب أن يتم تأهيلها أكثر وأكثر من أجل نهوض إيطاليا، لأن ما حدث هو كارثة هزت أروقة الاتحاد الإيطالي وحزن يخيم على جميع المدن الإيطالية. عدم تأهل إيطاليا للمونديال السنة على التوالي شيء لم أنتظره، لكن يجب أن أوجه كلامي إلى الشباب والمواهب الإيطالية، يجب أن تعملوا عملا كبيرا، ويجب أن تقودوا إيطاليا وتعوضونا عن الخسلان الذي تم في ملعب رينزو باربيرا. يجب أن نؤهل العديد من المواهب، لأن إيطاليا أصبحت الآن تعاني من ندرة المواهب الإيطالية، ويجب أن نساعد المدرب لأن مشروع مانشيني يجب أن يستمر. طبعا مشروع مانشيني يجب أن يستمر، وطبعا الاتحاد الإيطالي يعني الصورة اللي قدامنا مانشيني، روبرتو مانشيني اللي طبعا خد اليورو 2020 وكان في أعلى مستوياته، مازال مستمر في هذه المهمة الوصول تاني لكأس العالم القادم 2026. عايز أعرف رغم الإخفاقات الكثيرة في الكرة الإيطالية، تفسيرك لإيه لعدم وجود أي فريق إذا كان في الدوري الأوروبي أو بتتكلم على الأوروبا ليج أو على مستوى دوري أو دوري أبطال أوروبا، خروج اليوفنتوس الإنتر ميلان، يعني شايف ده إزاي من خلال رؤيتك لمستقبل الكرة الإيطالية؟ بالنسبة لي أعتقد أن روبرتو مانشيني الرجل المناسب، وأنا مع استمرار مشروع روبرتو مانشيني، لأن المانشو استمر واستحق بطولة أوروبا وقام ببناء إيطاليا كبيرة. إيطاليا أذهلت العالم كله في شهر يوليو، يجب أن يستمر مانشيني وأنا سعيد بهذا القرار. لكن إذا ما تحدثنا عن الكارثة الكبرى وهي التي ذكرتها، ما حدث لمنتخب إيطاليا كان متوقع كما ذكرت. بالنسبة لي خروج الأندية الإيطالية من دوري أبطال أوروبا أندية كبيرة، كان ناقوس قطر يدق في أروقة الكرة الإيطالية، كان يجب أن نأخذ حذرنا من ذلك، وكانت أمور صعبة بالنسبة لنا. لكن أنا أوجه كلامي للمانشو من خلال قناة الأهلي، يجب على مانشيني أن يعتمد في الأيام القادمة على الشباب، يجب أن يكتشف لاعبين جدد، دماء جديدة يجب أن تضخ في المنتخب الإيطالي، لأن المستقبل دائما مع الشباب ودائما مع المواهب. أنت تعلم إيطاليا وقيمة إيطاليا عندما كنا في يورو 2000، اللاعبون الشباب هم من قادوا إيطاليا إلى
بطولة كبيرة كاليورو وكأس العالم أيضا في 2006. ويجب على اللاعبين أن يعلموا قيمة تيشيرت منتخب إيطاليا، لأن للأسف لدينا مشكلة كبيرة في العقم الهجومي ومشكلة أيضا في مركز صانع اللعب، لأن إذا غاب صانع اللعب غاب الهجوم، لأن يجب على اللاعب أن يلعب من أجل المتعة ويلعب من أجل أن يفوز ويلعب من أجل أن يضع نجمة. عندما يتحدث إلى وسائل الإعلام عندما يكبر يقول أنا ساعدت المنتخب في الحصول على هذه النجمة كالأساطير الإيطالية القديمة، لكن للأسف كل ما حدث ندفع ثمنه الآن. حزن يخيم علينا ويخيم على جميع المدن الإيطالية، لأن للأسف لدينا مشاكل كبيرة يجب أن نتخلص منها. من ضمن المشاكل عايز أقول لك أن على مستوى الأندية، الأندية بتشارك ب 34% بس من اللاعبين في الدوري الإيطالي هم لعيبة طليان، والاعتماد بشكل كبير على لعيبة خارج من خارج إيطاليا. بنشوف دوت في البريمير ليج ولكن ما بيتأثرش كتير قوي، مأثر شوية على المنتخب الإنجليزي. هل أنت شايف إن يجب على الاتحاد الإيطالي أن يقول للأندية تقليل المحترفين وزيادة لعيبة أصحاب الجنسية الإيطالية، إعطاء فرص أكتر للمواهب الشابة الإيطالية لعودة وهيبة الكرة الإيطالية على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات؟ أنت على حق. بالنسبة للاعب الأجنبي، اللاعب الأجنبي بين قوسين يكلف خزينة النادي ويقلل من إمكانيات اللاعب الإيطالي، لكن إذا كان هناك لاعب أجنبي كبير، معنى كبير أن يصنع الفارق، أن يكون محترف كاسم البرنامج الذي أتواجد عليه الآن، والمحترف دائما ما يصنع الفارق. لكن ما فائدة المحترف إذا كان المحترف لا يصنع الفارق؟ هذا بالنسبة للحديث عن الدوري الإيطالي وبالنسبة لوجود الأجانب وعدد الأجانب. بالنسبة لي يجب أن يقل عدد المحترف غير الإيطالي في الدوري الإيطالي. أقرر أشاهد الدوري الإنجليزي، الدوري الأسباني، الدوريات الأخرى، أشاهد العديد من المحترفين، لكن اللاعب الإيطالي لاعب قوي لديه الجرينتا والجميع تعلم الجرينتا منه، لكن يجب أن يلعب من أجل التيشيرت، ويجب أن يلعب من أجل بلاده ليس من أجل المال. يجب أن تحذروا ويجب أن تعلموا قيمة اللاعب الإيطالي. ولو جبنا سيرة المحترفين برضو عايز أعرف، هل تابعت مباراة السنغال ومصر في الدور النهائي للوصول لكأس العالم؟ وشفت المباراة ازاي؟ ولو ما شفتهاش تداعيات هذه المباراة شفتها ازاي من خلال متابعتك، اذا كان من خلال التلفزيون او من خلال وسائل الاعلام؟ يجب ان اكون صريح معك، انا لم اشاهد المباراة كاملة، شاهدت الهايلايتس، لكن كل ما حدث من احداث في هذه المباراة تناقلتها وسائل الاعلام، رأينا كل ما شاهدناه في الكاميرات، شيء مؤسف ما حدث للمنتخب المصري خلال هذه المباراة. دعني أختار التعبير الأصح، ما حدث هو عار على كل سنغالي وعار على كل من كان موجودا في الملعب. هذه ليست كرة قدم. إذا كنت الأفضل يجب أن تفوز في الملعب، سأهنيك وستكون الأفضل وستفوز باحترام الجميع، لكن أن تبدأ المباراة بهذه الأجواء هذا ضد الروح كرة القدم وضد معايير الفيفا، ويجب أن يحاسب كل مسؤول عن ما حدث لمنتخب مصر. أنا متفق معك تماما، جو الإرهاب وطبعا اللي واجهه المنتخب المصري بعيدا عن الفنيات وبعيد عن النتيجة أكيد لا يليق بطبعا تصفيات كأس عالم وبمنتخب كبير وبلد كبيرة زي السنغال. نروح من منتخب مصر، أكيد هنتكلم على محمد صلاح. أكيد محمد صلاح أكيد تابعته من خلال وجوده في روما وفرنتينا وعودته طبعا ليفربول وتألق كبير مع ليفربول. عايز أخد رأيك في عملية تجديد التعاقد مع محمد صلاح، شايف ما هو الأنسب من وجهة نظرك لمحمد صلاح، البقاء في ليفربول لمدة 4 سنوات قادمة أو
الاتجاه الى دوري اخر زي الدوري الفرنسي عن طريق بي اس جي او عن طريق الدوري الاسباني من خلال برشلونه؟ ما يو كريدو كي صلاح ليفربول استا فاشينو ستوريا. بالنسبه لي صلاح ليفربول يصنع التاريخ وصنع التاريخ وسيصنع اذا ما كان يريد ان يصبح ايقونه من ايقونات ليفربول يجب ان يستمر في ليفربول. دي وجهه نظري. لكن انا انصح صلاح من خلالك. للاسف لم اقابل محمد صلاح في ايطاليا، لم احظى بهذا الشرف. لكن صلاح مباراة البلاي اوف ستؤثر على محمد صلاح وعلى مستوى محمد صلاح في اوروبا. وكل صلاح يجب ان تحاول وتحاول وتحاول، لأن لديك عقلية مختلفة، عقلية إيطالية، عقلية أوروبية. لكن يا صلاح، منتخب بلادك كان يستحق أن تتوج معه بأي شيء من أجل الفوز بالكرة الذهبية ومن أجل أن تفوز ببطولة معه، لكن للأسف ما حدث لصلاح شيء مؤسف. هل من ناخد من كلامك آخر سؤال قبل طبعا من نشكرك على تواجدك معنا، هل عدم الوصول للمونديال هيأثر على محمد صلاح على المستوى الشخصي في الحصول على البالندور او جائزه افضل لاعب لهذا العام، ام يعني القانون الجديد اللي بيقول بنقيم اللعيب على مستواه الفردي بس هو ده يكون الاساس، هل عدم وجود محمد صلاح هيؤثر على هذه الجائزه لهذا السيزون؟ صلاح كان يستحق ذلك منذ عامين، كان يستحق البالندور. لكن بالنسبة ما حدث وما يحدث في هذه الأيام، ميسي لم يستحق أن يفوز بآخر بالندور. لكن ميسي إذا فاز بالمونديال كان يستحق أن يفوز، لكن ماذا فاز ميسي بكوبا أمريكا؟ لم يفوز بالتشامبيونز ليج، لم يساعد فريقه في أي شيء. لكن الجائزة يتم منحها من خلال السبونسر. لكن إذا ما فاز صلاح مع ليفربول بالتشامبيونز ليج قد يفوز بالبالندور، قد يفوز، ولكن هو يستحق واستحق منذ عامين ذلك. دياغوستينو لاعب روما والمنتخب الإيطالي، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي، نورتنا وشرفتنا.